الفضيلة الأخرى أنه في حاجة بالمنطق، إن الحاجة أنه زي ما احنا بنتأثر بكل اللي بيحصل بره، فداخل عندنا موضة اللي هي ميتو، إن احنا نسجل تجاربنا مع الستات، يسجلوا تجاربهم أو تجاربهن مع التحرش الجنسي. وكل شيء زي ما هو ممكن يبقى نبيل جدا وممكن يبقى وسيلة للمساعدة ووسيلة للتطهر، ممكن كمان يبقى العكس، يبقى وسيلة للتشهير، يبقى وسيلة للابتزاز، يبقى وسيلة لتدمير شخص مش عاجبني لأي سبب. فشوفنا انه في حاجات، انه فجأة واحدة شغالة مع حد بقالها 3 سنين او 4 سنين، او بعدين فجأة هتحط على الهاشتاج او هتبعت ميل او هتقول ان انا فلان ده يا جماعة اتحرش بي. لا، ده ضد المنطق. الرجل ليس متهما الى ان يثبت العكس، لازم يبقى في تحقيق في هذه الوقائع، لازم يبقى في موقف قانوني متساوي للاثنين. مش معنى انه هذا الرجل بسبب الطبيعة او بسبب ان احنا مجتمع شرقي او بسبب انه الطبيعة خليته هو اللي بيبادر، وهو انه انا يبقى طول الوقت عرضة للاتهام وعرضة للانتقام. ما ينفعش انه اخلي واحد طول الوقت هو في موضع دفاع عن النفس. انت حضرتك في سمعة فلان ده متحرش، ما تشتغليش معاه. شفتي منه بادرة من اول يوم امشي، ما تقعديش سنين وبعد كده لانه اختلفتي معاه، لانه ما رقكيش، لانه دمه تقيل، لانه الحاجة الاخيرة كمان عايزين نحط تعريف للموضوع. يعني قالك صباح الخير بشكل ما عجبكيش، قالك اعزمك على الغدا، تحرش بيكي فعلا، ايه تعريف التحرش؟ في 12 نوع عايزين نتكلم فيهم ونعرف ايه التحرش. وهذا رأيي.